الشخصية هي بتبقى يعني محور الشخص نفسه، يعني هي صفات، هي مش معنى كلمة شخصية هي شخصية، لا هي صفات معينة موجودة جوه الإنسان نفسه. ممكن إن في واحد بيبقى فيه صفة واحدة، ممكن إن في واحد بيبقى فيه مجموعة كبيرة من الصفات، يعني ممكن واحد بيلاقيه عصبي في نفس الوقت عنيد في نفس الوقت رخم في نفس الوقت، يعني بيجمع مجموعة من الصفات، فهي بتتفاوت من واحد للتاني. وفي ناس بيبقى فيه صفات متضادة، وفي ناس بتبقى في عندهم صفات متضادة، بس دي بتبقى شخصيات هي بتبقى قصدها، بمعنى أصح إن هي بتتعامل مع كل واحد بتصطنع بطريقته. شخصية معينة عشان يقدر يوصل للشخص اللي قدامه. تمام. بس دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ هي طبعا تعتبر عيب مش ميزة أكيد، يعني إن أنا أتعامل مع كل واحد حسب هو مش حسب ما أنا، ده أكيد بيعتبر عيب مش ميزة. بس هقول لحضرتك حاجة برضو يا أستاذ محمد، إنه دلوقتي لو أنا قابلت شخص عصبي أو غلط مثلا، وانا بطبيعتي شخصيه مسالمه وما بغلطش في حد، ويعني حضرتك فاهم قصدي، والشخص ده مثلا انا بتعامل معاه على اسس يوميه في شغلي، غصب عني لازم شويه اغير من نفسي عشان اعرف اتماشى مع البني ادم ده، فهي مش في كل الاحوال بتبقى عيب، ولا راي حضرتك ايه؟ هو ممكن ان انا بغير جزء مني او بغير اسلوبي معاه عشان اقدر اتعامل معاه، مش ان انا اغير صفه في شخصيتي عشان اتعامل معاه، لان ده ممكن نعتبره زي تملق. ان انا اغير من شخصيتي. اوكي، او احنا عشان انا بخلط الصفه بال تمام تمام اوكي. ندخل شويه في الشخصيات، ازاي اعرف ان الشخصيه اللي بتعامل معاها شخصيه استغلاليه مثلا بتستغلني؟ الشخصيه الاستغلاليه هي بتعتبر شخصيه ما اقدرش اقول لذيذه، بس هي بتبقى شخصيه مريحه جدا، شخصيه رغايه جدا، سهل انها توصل لقلب الواحد. يعني لو انا قاعد اغرب شيء سمعته في حياتي عن الشخصيه الاستغلاليه، ما انا هقول لك التسلسل بيمشي ازاي. اللي هم الباراشوتات بنقول عليهم دلوقتي، بس مش حاساهم لذيذ خالص. ما هو بيصطنع الموضوع ده، انت بتلاقي الشخصيه دي مريحه جدا في التعامل. لو انا قاعد مع شخصيه سي ان انا هبتدي افهم الشخصيه دي انها فعلا شخصيه استغلاليه، هلاقي الشخصيه دي في البدايه انها بتتكلم معايا كتير، بتبتدي انها تسالني اسئله بصوره غير مباشره عن نفسي، عايزه تعرف اكبر قدر من المعلومات عني. ما بتديش حاجه، وهي ما بتديش حاجه، ما بتديش معلومات في البدايه. بعد كده هتبتدي انها بصوره ما انها تبتدي تحكي عن مشكله معينه في حياتها، مش شرط انها تحكي بصوره مباشره. لا، هي هتبتدي تتكلم بصوره غير مباشره، بس هي الاول بتديني الراحه والطمانينه ليها، بحيث ان انا اكون مستريح وان انا حابب ان انا اسمع لها. وبتستريح اكتر لما هو بيحكي بقى عن مشكلته الشخصيه الاستغلاليه دي. هو ما بيتكلمش مباشره، هو مجرد بيديلك نقط بسيطه جدا من بعيد جدا. عشان ابتدي اكتشف بقى الشخصيه دي، اسيبه يتكلم او اسيبها تتكلم. اول ما بتخلص كلام اطلب ان انا استاذن، ان انا عايز امشي او عايز اقوم. ادي اي مبرر، عندي ميعاد، عندي عندي عندي، بس ادي اي سبب او اي عذر ان انا محتاج ان انا اقوم. هتلاقوا في نفس الثانيه ان الشخصيه دي بتوجد لك مبررات عكسيه انك لازم تقعدي. طب يعني بتحاول بقدر الامكان انها تخليك انك تقعدي. لو قعدتي، وده المفروض عشان اكتشف بقى الشخصيه، اول ما هتقعدي هتلاقي ان الشخصيه دي هتبتدي انها ليها طريقتين، يا اما انها هتخش مباشره في الطلب اللي هي عايزاه، او في شخصيه بتبقى استغلاليه بس بتبقى حريصه جدا، بمعنى انها بتدور حوالين المشكله ثم بتديك الايحاء انك بتصعبي عليها او هي بتصعب عليكي، اسف. لو انت سالتيها طيب ايه الموضوع، طب ايه المشكله، طب هبكلمك على التليفون. اوكي، ما اتفضلي. معانا اتصال بس ناخده ونكمل كلامنا. اتصال من ايمان. الو الو. لا، ياسمين جوردن. انا اسفه ياسمين. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله ياسمين. اولا ميرسي على البرنامج الحلو ده، واحد. واثنين، انا عايزه ارحب باستاذ محمد فراج. الحقيقه محمد فراج مش بس خبير في العلاقات الانسانيه، لكن هو اعلامي متميز كمان. فكنت عايزه، انا مبسوطه قوي انك الحقيقه جبتوه النهارده. انا بس كنت عايزه اسال محمد فراج سؤال. ازاي الانسان ممكن تكوب مع او تكومنيكيت مع المجتمع اللي احنا فيه
بشخصياتها المختلفة. يعني تعرف كل واحد له شخصية مختلفة. صحيح. يعني في ناس طيبة، في ناس مين، في ناس يعني عارف كل واحد شكل. ازاي ممكن ان انت تغير من طبعك وتتعامل مع الناس بس بنفس الوقت من غير ما تضر حد ولا تسمح انه حد يضرك، ولا انت حتى تتغير يعني تبقى شخص يعني انك بس تعرف تتعامل مع الناس بطريقة صح عشان تعرف يعني تكوب، عارف، او تشتغل التكيف. ازاي يقدر يتكيف البني ادم مع المجتمع والشخصيات المختلفة باسلوب لطيف من غير ما يضر اي حد. شكرا لك يا ياسمين. ياسمين نسي على تليفونك. هيالي هو بتغيير اللي احنا قلناه في الاول صح؟ تمام. دي اللي احنا اتكلمنا عليها في البداية، ان انا صعب ان انا اغير من نفسي وصعب ان انا اغير من طباعي، بس ممكن ان انا ببتدي اتعامل مع الناس اللي قدامي حسب طبعهم بقدر الامكان بدون ما اغير شيء جوايا. ان انا اكون شخصية مرنة في التعامل، مش عيب ان انا اكون مرن بس ما اغيرش من طبعي. كل واحد شايف نفسه ان هو كويس، بس هل لو اقدر اغير من طب من عيب فيا اغيره ليه؟ لا، ما هو ان انا اغير من الوحش بس ما اغيرش من الحلو سبيل ان انا اعرف يعني اتعامل مع ادم طيب فتحول لشرير علشان كل اللي حواليا بقوا اشرار. تمام. بس ممكن امثل ان انا مش شرير بس امثل ان انا قوي وجامد وانا في الحقيقه مش كده، صح؟ بص، هو اللي بيحصل فعلا التمثيل. يعني انا بتكلم بصراحه، هو اللي بيحصل فعلا ان الناس كلها بتمثل على بعضها، مش كلها طبعا، اجزاء منهم كتير بيمثلوا على بعض وبيمثل شخصيات معينه هي مش موجوده فيه او صفات معينه هي مش موجوده فيه. للاسف ان ده بقى دلوقتي مش عيب ان انا احاول ان انا اظهر بصوره اخرى غير الصوره الحقيقيه بتاعتي في سبيل ان انا اعرف اتعامل مع اللي قدامي. بس المهم ان انا في الاخر ان ده ما يرجعش عليا، لان كتر التمثيل بيخلي الواحد يركب الصفه نفسها وانها بتبتدي انها تدخل جواه اكتر. حضرتك كنت واحنا في الفاصل كنت بتقول مع عمرو، عمرو كان بيسال حضرتك سؤال حلو قوي اللي هو ايه العيوب اللي احنا ممكن نغيرها، وايه حضرتك قلت في عيوب استحاله تتغير. هو طبعا في عيوب استحاله انها تتغير. يعني في مثلا من ضمن الحاجات او من ضمن الصفات في الشخصيه اللي هي الشكاكه او سيئه الظن. الشخصيه كنت اسال حضرتك ايه اهم الصفات اللي بتميزها الشخصيه الشكاكه او سيئه الظن دي؟ يعني بتبقى زي درجات. في واحد بيبقى عنده سوء ظن خفيف عادي ممكن يعدي، في واحد بيبقى عنده سوء الظن زيادة قوي عن اللزوم، ده بيدخل بقى في مرحلة للأسف مرضية. اللي هو رقم واحد ان هو دايما بيسيء الظن في أي كلمة انت بتقولها. لو انت بتتعامل معاه لازم تكون حذر جدا، لأن هو بيحاول يجمع أي أدلة ضدك تدينك. تمام. غير كده عمرك ما هتاخد منه حق ولا باطل. طبعا. زي ما بنقول دماغه ناشفه جدا، دماغ الشخصيه دي ناشفه جدا. الشخصيه دي ما بتقبلش ابدا انها تكون مرؤوسه، دايما يحب يكون رئيس، دايما يحب ان هو يسيطر على الشيء. ما بيقبلش الراي المعارض بالطبيعه بقى من الواضح. ما بيقبلش الراي المعارض. استحاله يقبل راي معارض. لو انت هتتناقش معاه لازم تكون حذر جدا، انك لو انت مش واثق من الكلام اللي انت هتقوله تاكد ان هو هيغلبك. لو انت عايز انك تكسبه يبقى لازم تكون جامع له ادله براهين، تكون واثق جدا في كلامك، ما تحاولش انك تهاجمه. اتكلم معاه بالعقل بالمنطق بنظام 1 2 3. هنا ممكن هيبتدي يسمع لك. لما بتوصل الحالة دي مرضية، دي يمكن من ضمن الصفات اللي هي استحالة انها تتغير، سوء الظن بالذات او الشك. تمام. طيب احنا معانا تليفون عشان حضرتك ناخده. نجوى. الو. الو. صباح النور يا نجوى. كنت بس عايز اسال استاذ محمد عن كذا حاجه، كذا نقطه يعني. اتفضلي. النقطه الاولانيه، انا بحس ان انا عصبيه. انا فعلا عصبيه، انا عارفه ده يعني. بس نفسي اخلص جدا من الموضوع ده، يعني لاني عارفه كمان ان الواحد مش هقول ان صعب انه يتغير، بس عايزه يعني اتلافى ده مع الناس، اقرب الناس ليا. يعني بنتي ساعات بتعصب عليها وبقول لا، يعني مش عايزه اعمل كده عشان هي كمان ما تطلعش زي عصبيه. صحيح. بالظبط. النقطه الثانيه ان انا مثلا ساعات ايه اقول خلاص اوكي انا ههدى بقى، ومش عشان لو حصل حاجه مثلا من جوزي وانا مش عايزه اعمل كلاش معاه على طول، فاقعد اقول ايه خلاص اوكي انا ههدى بلاش ما تتكلميش دلوقتي اصبري. بعدين المهم ان في اول مناسبه اول ما بشوفه برضه بخبط الكلام اللي انا عايزه اخبطه. دي حاجه برضه سخيفه انا عايزه ابطلها، يعني عايزه ابقى سوكول شويه على قد ما اقدر. حاضر. النقطه الاخيره مش هدور عليكم بقى، دي تخص جوزي. هو نوع من نوع الكتوم جدا. اللي هو مش كتوم، يعني صعب قوي تعرفي الراجل ده بيفكر فيه. زعلان امتى؟ مبسوط امتى؟
وبعدين اكتر حاجه ممكن تضايقه في الدنيا انك تقولي له انت مالك، انت عارفه انت كده كانك ايوه فاهمه قصدك تماما. وهو كتوم وهو كتوم وانت عصبيه ف يعني الكومبينيشن دي موجوده بالظبط. على فكره برضو على فكره انا حاولت كتير جدا اغير ده واقول ايه لا اغير من نفسي، بعدين قعدت اقول انا هفضل اغير من نفسي اغير من نفسي، طب وبعدين انا هيجي لي وقت ارجع على زي هنعرف دلوقتي من استاذ محمد اذا كان فعلا ينفع تغيري من نفسك ولا لا، وينفع وجوزك ازاي برضو يغير من نفسه ينفع ولا لا. كمان احاول اتعايش بقى مع الشكل ده من الحياه، الراجل بقى اعمل معاه ايه؟ حاضر. ميرسي يا نجوى، ميرسي يا نجوى على الرد حالا. ميرسي يا نجوى، عصبيه جدا وعايزه اغير. وهي وجوزها كتوم كمان، فهي يا اما هو يقدر يتغير يا اما هي تقدر تتكيف بقى معاه. هو سهل الاثنين ان هم ممكن يتغيروا. وبما هي اللي اتصلت يبقى بالتالي هي عايزة تحل المشكلة وهي عايزة تتغير، وهي من السهل الشخصية الكتومة ان انا ابتدي اغيرها. يعني مش صعب، بالعكس هي شايفة انها صعب جدا. لا انا شايف انها في منتهى البساطة. خلينا نتكلم على العصبية الاول. لو بنتكلم على العصبية، العصبية زيادة عن اللزوم هنعمل زي اختبار بسيط. تحاول انها في اللحظة اللي هتحس انها تتنرفز او هتتعصب انها تغمض عينيها. طبعا ده في حالات اللي هي قاعده فيها لوحدها او حاسه ان في موقف معين عصبها وداخله على عصبيه. الحل الوحيد اللي ممكن انها تعمله هتغمض عينيها لمده 30 ثانيه. مجرد هتعيش جو معين، عارف الاحساس انك نايم على ظهرك على البحر. كنت لسه اقول جو تروبيكال يعني. اكيد جو استوائي. هو مش تامل، هو تخيل انها نايمه على ظهرها على في البحر وان الموج بيطلعها وينزلها. مجرد بس انها تحاول تستدعي الاحساس ده لمجرد 30 ثانيه او حتى لو 15 ثانيه. اوكي. مجرد بغمض عيني، مجرد ان انا بحس باشعه الشمس جايه لي من بعيد وانا بغمض عيني شايف ضوء جاي من بعيد ان الموج بيطلعني وينزلني، 15 ثانيه وفتت عيني. قبل ما فتت عيني هقول كلمه انا مش هتعصب. بعد الاحساس ده نجربها، مش هنخسر حاجه. جربي. تاكدوا مليون في الميه انها هتجيب نتيجه. أوكي. ودي عن تجارب كتير. الشخص ازاي تتعامل مع الشخص الكتوم وتخليه ما يبقاش كتوم؟ الشخص الكتوم اللي هو الشخص اللي بيبقى ما بيتكلمش كتير. جواه حاجات، جواه اي حاجه هي موجوده جواه دايما بيتكلم مع نفسه. ده المفروض ان انا ابتدي ارميله اسئله. تحاول بقدر الامكان مع جوزها انها ما تسالوش سؤال مباشر. تقسم له السؤال مراحل. يعني شخص انت مالك مثلا إيه؟ انت مالك، هيقولها لا ابدا مفيش اي حاجه. انت متضايق؟ لا مش متضايق. انتهى الموضوع؟ لا، هي تقسم له السؤال على مراحل. ازاي بقى؟ ازاي فرضا انها حست ان هو مخنوق. تبتدي انها تساله عملت ايه النهارده؟ هيقولها ولا حاجه. في احكي لي بقى احكي لي مثلا ايه اللي حصل. ما احكي لي ايه اللي حصل. هيقولها لا ما فيش حاجه مهمه. طب في حاجه ضايقتك النهارده؟ لا ما فيش. تبتدي انها ما هي الاسئله المتكرره في نفس الموضوع هيبتدي لازم هيتكلم بس بطريقه لطيفه. لا ما هو بطريقه، لا ما هو مش بطريقه وكيل نيابه. لطيفه ومش ما هو مش وكيل نيابه. مش وكيل نيابه. انها تبقى اسلوبها ظريف وفي نفس الوقت انها بتبتدي تقسم له اسئله، بتحاول، ما هي دلوقتي عايزه تعالج الموضوع فبالتالي هي لازم ترتب نفسها. ترتب الاسئله ازاي تقدر توصل انها تنطقه. ده تكتيك اكيد لازم. ما هي عايزه، ما احنا دلوقتي بنتكلم على حياه، احنا بنتكلم على مستقبل طبعا. احنا ما بنتكلمش على موقف حد من اصدقاء مثلا قاعد معاه ربع ساعه وماشي. هي احنا بنتكلم على مستقبل. صحيح. طب معانا اتصال برضو ممكن ناخده. نورهان. الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا انجي؟ ازيك يا نورهان؟ ازيك يا عم؟ نورهان صباح الخير. صباح النور. كنت عايزه بس اعمل مداخله عشان دكتور محمد. اتفضل. انا زي نجوى بالظبط. ايوه. عصبيه جدا وهو برضو كتوم، بس في حاجه ثانيه انا ما بتعصبش غير عشان هو هادي قوي. يعني هو اللي بينرفزني بكلامه فبيخليني اتعصب وصوتي يلف. فبقى انا متعصبه. انت متعصبه عشان هو هادي يا نورهان؟
لا وبعدين كمان هو مستفز يعني هو ايوه لسه لعلمك والله انا فاهمه قصدك لسه كنت هقول استاذ محمد كده بس يا نوراني ميرسي على تليفونك ميرسي ليكي يعني. ميرسي على تليفونك جدا وتابعي معانا استاذ محمد احنا ردينا حضرتك رديت متهيألي على العصبيه ورديت مزبوط. على الكتمان الهدوء مش يعني هو الهدوء مختلف عن الكتمان على فكره في فرق بين الهدوء والكتمان في فرق شاسع هو مش عصبي بس الهادي ممكن يبقى عنادي يعني الكتوم بيبقى ده دي صفة فيه ان هو ما بيحكيش الهادي ممكن بيبقى هادي واللي هو سوري في الكلمة بيرقد لك يعني قاعد بقى بس هو واضح ان هو مش كده هو واضح ان هو بيتمتع بصفة اللي هي صفة البرود شوية اللي هي مهما بيستفز ما بيتعصبش يا بخته هي بخته بس قدام شخصية عصبية هما الاثنين نقيد ونقيد بس دي صعبة جدا يعني بعيدة جدا عن بعضها هي الشخصية الهادية يعني بتعتبر شخصية عادية بس المفروض ان هي بقى اللي تتغير وتعمل التجربة اللي احنا قلنا عليها وتحاول في معظم الوقت انها ما تتعصبش قدامه مرحلة بمرحلة الموضوع هيبتدي يتحل يعني انا بشبه يعني في دايما بيقولوا ايه انا جوزي استحال ان انا اغيره او هو يقول انا استحال ان انا اغيرها وممكن يكون بعد 10 سنين جواز واستحالة ان انا اغيره او استحالة ان انا اغيرها انا بشبه العلاقة دي بالصلصال حتة الصلصال في البداية اللي هو مثلا فترة الخطوبة حتة الصلصال طرية ممكن انا اشكلها باي صورة انا عايزها بعد الجواز بعد فترة انا بشبهها بحتة الصلصال اللي اتشكلت بيبقى خلاص صعب نشفت هنا لو حاولت اغيرها بتتكسر لان لو حاولت اغير فيها هتتكسر بس ممكن بقى في طريقه تانية ان انا لو عندي حته صلصال اتشكلت وابتديت اطرطشها بشويه ميه شويه شويه ببتدي اغير فيها درجه بدرجه مرحله مرحلة بالراحه تمام الغيره يا استاذ محمد هي سالت كمان عن الغيره نورهان اوكي بالنسبه للغيره ما هي دي صفه من الصفات يعني هي بتتفاوت مو حسب ايه درجه الغيره دي حاجه من الحاجات اللي استحاله انها تتغير هي غيوره قوي ما هي الغيره للاسف دي بتبقى ناتجه عن عدم الصراحه يعني الغيره بتبقى ناتجه عن عدم الصراحه يعني انا برتبها ان انا بخبي ده بيبتدي ان هو بيولد شك الشك مره واثنين وثلاثه بيبتدي يولد غيره فهي الغيره عمرها ما بتكون رقم واحد هي الغيرة بتبتدي بعد رقم واحد ثم اتنين الغيرة بتيجي رقم ثلاثة لأن لو الغيرة زادت قوي يبقى نخلي بالنا أن زيادة الغيرة بتأدي الفجوة في بقى بيبتدي يحصل فجوة ما بين الطرفين لأن المرحلة اللي بعد كده هي أصعب مرحلة اللي هي للأسف ابتدينا نسمع عنها دلوقتي كتير اللي هي الطلاق دي المرحلة الخامسة فالغيرة الزيادة دي بعتبرها آخر المرحلة الثالثة فالمفروض إن يكون في صراحة الصراحة مش وحشة تجرب إنها تكون صريحة وتجرب إنها تثق فيه كمان وتجرب إنها تثق فيه وهو كمان يحاول إنه يكون صريح معاها لو هي جربت من ناحيتها الصراحة والصراحة المتناهية ما بتخبيش هتشوف بعد كده رد فعل طبيعي إنه مش هيكون في غيرة أكيد تمام انا مش عارف احنا معانا كان المفروض تليفون مش عارف طيب ناخد تليفون اماني بسرعه قبل الفاصل تمام الحمد لله ممكن اكلم الدكتور اتفضلي معاكي دكتور انا عندي مشكله انا بسامح جدا بس ما بنسيش يعني زي لو حد ضايقني وانس بس ان احس ان هو متضايق انه ضايقني خلاص انا بجد ببقى ناسيه كل حاجه بس وقت انه يضايقني تاني ببقى فاكره دي وفاكره دي ومش قادره بتفتكري كل اللي فات تمام فدي مشكلة عندي مش عارفة اعمل فيها ايه اوكي استاذ محمد هيرد عليكي اماني ميرسي جدا على تليفونك ميرسي يا عمرو باي باي طيب استاذ حضرتك سريعا نرد على اماني علشان احنا خلاص الوقت بتاعنا بالنسبة للصفة دي اللي هي ان هي ما بتنساش هي ممكن تحاول انها مش هقول انها تتغاضى بس ممكن اقول انها تعمل تجربة بينها وبين نفسها ان لو حد وقعها في مشكلة أو سبب لها مشكلة وهي نسيت وجت بعد كده عايزة إنها يعني الفكرة دي جت على بالها تحاول إنها تتعامل معها مرة بعدها حتى لو تمثل على نفسها أكن ما فيش أي حاجة
يعني هي تحاول تضغط على نفسها مرتين ثلاثة، بعد مرتين ثلاثة من الضغط على نفسها هي هتبتدي مرحلة بمرحلة إن موضوع إنها ما بتنساش دي هتبتدي إنها تروح منها. تمام. بس لازم إنها تحاول تضغط على نفسها في النقطة دي لأن ده الحل الوحيد. تمام.